اولا اعرف الناس بيك مين هو حسام مهدي. انا بدايتي كانت في مصر في المارين العرب في قطاع الناشئين، لعبت هناك موسمين وبعد كده انتقلت لنادي الزمالك برضو لعبت هناك موسمين تقريبا، ثم تقريبا حوالي يعني سنة 17 سنة 18 سنة رحت نادي الشمس لعبت فريق الأول، وبعد كده رحت إنتاج الحربي برضو فريق الأول، وبعد كده حصل إصابة للأسف فبطلت كورة، وبعد كده بقى اتجهت للتدريب في مصر وبعد كده كملت في هولندا. بدأت في قطاع الناشئين في سن 12 سنة، كان يمكن من أبرز أبناء جيلك محمد صلاح، كلمنا عن الفترة دي. طبعا ده كانت بدايتي في المقاولين العرب، كانت بدايتي كمان محمد صلاح في الفتره دي، كانت فتره بالنسبه لي فتره يعني جميله جدا، كانت بدايتي في الكوره. اي لعيب طبعا بيحلم ان هو يبدا في نادي ويبقى خلاص مقيد في نادي، فكان بالنسبه لي دي اهم واحسن فتره يعني، لانك بتبدا في نادي كبير زي المقاولين العرب. كمان محمد صلاح كان ساعتها هو جيلي، احنا كمان من نفس المحافظه من طنطا، وهو كان محمد صلاح يعني كان نفس الشخص ما اتغيرش زي ما هو بالظبط، تشوفه دلوقتي زي ما زمان بالظبط، كان شخص متواضع وجميل يعني. بنظرتك كلاعب كوره كان ايه اهم ما يميز محمد صلاح في الوقت ده، وايه اكيد طبعا حاجات كتير اتطورت فيه، بس ايه اللي كان مميز في محمد صلاح في سن ال 12 او ال 11 على حسب هو كان عمره ايه وقتها؟ خلينا نتكلم عن جانبين، الجانب الفني والجانب الشخصي. الجانب الفني بالنسبه لي هو كان سريع، بس كان طبعا بالسرعه اللي فيها دلوقتي كان برضو امكانياته الفنيه كويس، كان لعيب بيدرب بيعرف دريبل كويس في الـ يعني في واحد ضد واحد كان لعيب كويس جدا، بس الغريب ان هو كان بدا في كباك ليفت كباك شمال، يعني محمد صلاح ما لعبش مؤخرا يعني مؤخرا كمهاجم، بدايه من سنه تقريبا 16 17 سنه كان، بس قبل كده كان ساعات بيلعب كان باك شمال. اللي بيميزه بقى كمان شخصيا اللي هو بالنسبه لي ان هو كان شخص متواضع جدا، شخص عاوز يوصل لحاجه، وده كان واضح من اول يوم لما تلاقي شخص يعني ولد عنده 13 سنه بيسافر لوحده كل يوم 6 ايام في الاسبوع او 7 ايام في الاسبوع من طنطا للقاهره بأقل الإمكانيات، ودي حاجة طبعا معروفة للجميع، يعني كان هو يدوبك مصروفه من يسافر يروح التمرين يرجع البيت، فتخيل الواحد تعب التعب ده كله، فتبقى مبسوط جدا تشوف إن فعلا اللي بيتعب في يوم من الأيام هو اللي بيلاقيه.